بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adding Hot Spots راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله. الهوت سبوتس يا جماعة واحدة من ضمن النقط المعروفة في الإي ليرنينج بمثابة مناطق من الشاشة. المناطق دي بتبقى سنسيتيف، حساسة للضغط عليها أو لأن يوجد عليها أحداث معينة على حسب ما حضرتك تبرمجها. انا رحت على ايدرو ماكس وعملت ديزايننج للتصميم ده مثلا يا جماعه بمناسبه في بالي مثلا زي 1 2 3 4 5 6 7، الكلام ده عباره عن وحدات او ان يكن. انا بحاول نضرب مثال بشكل عام يعني، تمام. واروح لقائمه فايل واقول له والله فين اكسبورت ديت، ادي اكسبورت اند سنت، وهطلعها كتي اي اف. انا عندي الجميل في الايدرو ماكس انه ممكن احفظ اس في جي اتش تي ام ال اوفيس ونقط كتيره، حتى جرافيك فورمات جي بي جي وبي ان جي والكلام ده انا احفظها تي اي اف اوريدي، سبق ان انا حفظتها يا جماعه وموجوده عندي على سطح المكتب. جاست ابتدي اعمل انسيرت بيكتشر واعمل لوكيشن للبيكتشر بتاعي وابتدي اعمل لها اوبن، تتحط في مساحه العمل من الشاشه. الفكره بتاعت انسيرت هوت سبوت بمنتهى البساطه، انا اروح لقائمه انسيرت الكنترول دات واقول له من كنترولز عندي انماط مختلفه، عندي الاولى الهوت سبوت على شكل اوفال والتانية ريكتانجل والتالتة فري فورم، انت بتحددها زي ما انت عايز. مثلا الاوفال انا ابتدي ارسم جزئية معينة اوتوماتيك، انا ابتدي ترسمها لو بصيت على تريجر ابتدي هو يحط لك تريجر بشكل افتراضي. طبعا انت ممكن تعملها ريسايزنج وتحجمها زي ما انت عايز على حسب ما يرضي، مثلا الشكل ده تمام. هو بيقول لك شو لاير، ما عنديش لاير لان يعني شغل بيز لاير مرة واحدة بس، وجاهز ان هو يشتغل يعني. في السينس بتاعي انا ما عنديش اي سين، والله فرد يا جماعه انا اخلي رقم 7 اربطها بسلايد تاني، او اخليها اربطها بسلايد. انا اعمل نيو سلايد والسلايد ديت اخليها بلانك مثلا. طبعا وانا اول حاجه بعملها ببتدي احذف الكنترولز بتوعه، فانا عندي سلايدين مش مربوطين ببعض تمام. هرجع للسلايد الاولانيه واقول له والله في التريجر لو دبل كليك عليها اقول له ديت مش شولير، انا هخليها يا جماعه جنب تو سلايد، انو سلايد السلايد اللي اسمها 1 2 ما فيهاش حاجه لما يوزر كليك انا مش عارف مين. فبس ديت بمنتهى البساطه بقى جزء سنسيف حساس شويه. لو انا عملت بريفيو للسين مشهد كله عشان عندي اتنين سلايد ورحت ضاغط على القصه ديت او الماوس يبقى هوفر على عكس التانيين، كليك هتوديني للسلايد التانيه فاهمني، ارجع مره تانيه كليك وهكذا تمام. رايت الجانب التاني لو انا رفعت كده ده القصه بتاعت اللوتس سبوت يعني. لو ممكن طبعا في اللوتس سبوتات انا ما عنديش كنترول على الستيتس يا جماعه بعكس الزراير يعني، انا مش بقدر اعمل كنترول على الستيت، ما اقدرش اعمل ستيتس هنا ما هوفر ولا بتاع، بعكس البوتنز والحاجات اللي والصور والكلام اللي بيجي جاهز ده ممكن تعمل كنترول عليه. ده الفكره بتاعت اوتو سبوت بمنتهى البساطه، ده بتساعدك لان لو انت كنت قافل تصميمك زي ما انت عملت كده صممت الحاجة كلها على برنامج تاني وعايز تدرج الانتر اكتيفيتي جوه مكتبه البرنامج فاهمني. ديت الامر بمنتهى البساطه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.